اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد هنتكلم فيه عن الابراج واهم نصايح وتحذيرات و ادفايسز للابراج لشهر مارس 2021. وهنتكلم عن برج مهم جدا في القناه هو برج العقرب، وهنتكلم عن نصايح مهمه جدا تخص برج العقرب لشهر مارس، وحاجات كتيره خدوا بالكم منها لان هي هتكون مفيده جدا ليكم ان شاء الله باذن الله. كالعاده بليز تقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه، وكمان تقولوا لي انتوا الناس اللي بتتصنت على برج العقرب قولوا لي انتوا كمان برج ايه. طيب برج العقرب الفتره دي شايفاكوا مسحولين في الشغل، يعني عندكوا هدف او عندكوا حاجه انتوا مركزين فيها جدا، فشايف العقرب عنده ايفورتس كتيره جدا بيعملها في شغل الفتره دي. عايزه اقول لك ان انت عندك نجاحات كويسه في الشغل، بس محتاج تبذل مجهود بذكاء، يعني اشتغل بذكاء ما تشتغلش بمجهود عضلي، حاول انت تستخدم مخك وانت بتشتغل علشان تقدر توصل لكل حاجه انت عايزها. فعندك نجاحات الشهر ده انت موفق فيه. لو بتفكر في تسيب شغلك او تروح لشغل جديد ده برضو في نجاح ليك، او هتبقى عندك توفيق في الشغل حتى لو هتغير شغلك برضو اي ريكومند ده، يعني لو بتفكر او جالك فرصة عمل انا بشجعك عليه. جالك فلوس حلوة، جالك فلوس ما كنتش متوقعها، فلوس كتير بلك، يعني جالك بلك كويس جدا يا برج العقرب، ودي حاجة هتكون مفيدة جدا هتفرحك قوي، لان انتوا معايا يا جماعه بس نت كويس، فانت كانك كنت محتاج فلوس او كان عندك ازمه ماديه، ففلوس دي هتشيل ازمات من عليك، هتشيل مسؤوليات من عليك وتخليك مبسوط وساتسفايد. فجايلك فلوس كويسه، يعني تمسك فلوس في ايدك يا برج العقرب، وانت بقالك فتره عندك ازمه ماليه وعندك ازمه ماديه كانت مخليك مش مبسوط، عايز تشتري حاجات كتيره جدا او مصاريفك او طلباتك اكتر بكتير جدا من الفلوس اللي داخلالك. فانا لا بقول لكم ان في فلوس حلوه جدا وفي فلوس كويسه جايه لكم يا برج العقرب. طيب الفتره دي شايفاك عندكم اوفر ثينكينج، بتفكروا كتير جدا، بتعملوا مجهود كتير، يعني انتوا الفتره دي في شهر 3 عندكم مجهود كتير بيبذل اكتر من العادي بتاعكم، يعني هتلاقيك بتبذل مجهود او عندك بتطلب منك مجهود او حاجه بتعمل فيها ايفورت اكتر من الطبيعي بتاعك، ممكن تكون بتساعد عندك طاقه مساعده، يعني الفتره دي انت بتساعد شخص او شخص بيقدم لك مساعده، يعني برج العقرب يا اما انت هيبقى عندك طاقه سبورت كتير قوي، يا اما انت بتسبورت او بتساعد اشخاص او اشخاص ثانيه هم بيساعدوك او بيقدموا لك الدعم او يعني محتاجين لك ان انت تساعدهم. فانا شايفه عندك طاقه سبورت، يعني ناس هتبقى محتاجه لك وانت بتساعدهم وتقدم لهم الدعم بحب، يعني ناس انت بتحبها وناس قريبه منك جدا جدا يا برج العقرب. شايفاك بتدور على الحب، شايفاك عايز تعيش قصه حب، شايفاك زعلان او وحيد شويه، حاسس بوحده او حاسس ان انت محتاج حد يحتويك، محتاج حد يقف جنبك، محتاج حد يبقى ظهر وسند ليك يا برج العقرب. طيب على النطاق في حاجه عايز احذركم منها، خلي بالكم من اي حاجه ليها علاقه بتعاملات ماديه، اي حاجه ليها علاقه بتعاملات ماديه، يعني ما تسالش حد فلوس، ما شراكات ماليه انا مش بشجعها خالص، حتى لو بتفكر تعمل مشروع جديد انا مش بشجع اي مشروع جديد في شهر مارس اطلاقا، يعني ما بلاش اي مشاريع جديده، بلاش فكره مشروع جديد، بلاش تعمل حاجه جديده، لان انا شايفه ان ممكن يكون فيها تشالنجز او فيها مشاكل. فلو انت بتفكر تدخل حاجه جديده لا، لو بتدخل شراكه مع حد في حاجه ماديه لا، لو انت بتفكر حتى ان انت هتسلف حد برضو لا، لان في مشاكل ماديه قويه يعني ممكن تحصلك، او حد يحاول ينصب عليك، او حد يحاول يستغلك، في شخص بيستغلك او بيستفيد منك الفتره دي، فركز شوف مين بيستغلك. انا شايف ان انت هتفلتر الناس في حياتك الفتره دي، يعني كانك هتقعد كده تمسك تقول فلان ده كويس انا هكمل معاه، فلان ده مش كويس وبيستغلني وشخص انتهازي مش عايز اعرفه تاني، فانت هتقعد تفلتر الناس في حياتك، ودي حاجه كويسه يا برج العقرب، انت محتاج تعمل كده فعلا، محتاج تشوف الناس الكويسه تقرب منهم، والناس اللي مش كويسه والناس اللي بتستغلك والناس الانتهازيه والناس اللي بتاخد منك كتير ومش بتديك حاجه خرجهم من حياتك. طيب شايفه في شخص من برج مائي، شخص ده بيتسلط عليك قوي، يعني هو بيحاول يتحكم فيك، بيحاول ان هو يمشي كلامه عليك، الشخص ده شخص شخصيته قويه، عصبي شويه، غيور جدا، شكاك، الشخص ده هو متسلط قوي على فكره، يعني الشخص ده بيحب يتحكم، بيحب يمشي رايه، فانت يعني بتحاول تمشي امورك معاه، بس ما تخليهوش يتحكم فيك يا برج العقرب، ما تخليهوش يتسلط عليك قوي، لان انت اللي هتخسر في العلاقه دي لو اديته الفول كنترول، لا خلي الكنترول معاك.
طيب برج العقرب كمان الفترة دي ممكن تفكر ان انت تنفصل، يعني عقرب يعني شايفاه بيخرج من علاقة، قرر ان هو في علاقة مجهدة بالنسبة لك او علاقة انت شايف ان انت بتتعب فيها. قولوا يا جماعة القراءة دي بتتفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرج عليهم فين، انتوا برج ايه، والناس اللي بتتصنط او بتتجسد على برج العقرب قولوا لي انتوا برج ايه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الحب. في الحب شايف في رجوع لشخص قديم، يعني معظمكم في ناس منفصلة هيحصل كلام مع شخص قديم او عتاب، يعني كأنكم هتقعدوا تعاتبوا شخص، في شخص بس حبيبك زعلان منك يا برج العقرب، واضح ان هو شايف ان انت خلاص استغنيت عنه وانت عايش حياتك بعيد عنه ومبسوط وفرحان وهو اللي قاعد بيبكي على الاطلال لوحده. فحبيبك يا برج العقرب او الشخص اللي بيحبك متضايق منك لانه هو حاسس ان انت هو انت مش محتاج له، انت عايش حياتك ومبسوط وسعيد وعندك ناس بدائل ليه، فدي حاجه محسساه بالازمه كده، هو حزين او زعلان او متضايق عليك قوي وحاسس ان هو خسرك كمان، بلس كمان ان هو حاسس ان انت عندك بدائل تانية وان انت بتنطلق وذكي واجتماعي وبتشوف ناس جديده وبتعرف تتعرف على ناس جديده، فهو زعلان يعني هو شايف قاعد بعيد كده بيتفرج عليك وبيراقبك ومتضايق على ان انت ما بقيتش بتهتم بيه زي زمان، ما بقيتش بتحبه زي زمان، او ان انت مش محتاج له زي ما هو محتاج لك، ان انت ما بتقربش منه زي هو بيقرب منك، فهو زعلان ومتضايق وحزين وعمال بيتابعك بغضاضة او بيتابعك بحزن بيتابعك بزعل. طيب الشريك ده برج العقرب اعتقد ان هو من برج مائي، يعني حوت او عقرب او سرطان او عذراء، على فكرة عذراء وتور برضو ظاهرين عندك قوي. طيب شكلك برج العقرب انا شايف الفترة دي كمان يعني هو شايف ان انت بتنجح ومركز في شغلك وان انت يعني شغلك اهم حاجة في حياتك، هو بس هو بيراقبك في صمت، يعني انت ممكن ما كنتش تعرف ان هو بيراقبك، هو تقيل وما بيعبرش عن مشاعره بسهولة وغيور وشكاك، حبيبك ده شخص غيور جدا ومشكك جدا يا برج العقرب. طيب حاجة حلوة صحيح يا برج العقرب ممكن تحصلك ان انت ممكن تكون في شخص شكك فيه او في حاجة معينة شكك فيها بحاجة مش كويسة، بعد كده تكتشف ان كل ظنونك او كل شكك او كل المشاكل اللي انت فاكرها دي طلعت وهم، وان انت مش يعني حاجة كانت مضايقاك بتفكر فيها كتير جدا وشكك فيها وخايف منها، فهتكتشف ان الحاجات دي وهم وان انت كنت غلطان وان انت كل الافكار السلبية دي طلعت غلط، ودي حاجة تبسطك قوي قوي على فكرة. طيب حبيبك يا برج العقرب زي ما قلت عمال بتفرج عليك من بعيد وهو زعلان على العلاقة اللي ما بينكوا، زعلان هو خسرك، زعلان لانه هو بيحبك حب حقيقي على فكرة، وهو مستنيك يعني هو شايف ان انت اللي مشيت مش هو اللي سابك على فكرة، او انت اللي قررت ان انت تمشي وتسيبه او ان انت تبعد عنه، وهو عايز يرجع لك بس هو مش عايز اللي ياخد الخطوة الاولى، لا هو مستنيك ان انت ترجع وتاخد لان انت اللي مشيت، زي ما انت مشيت او قررت تمشي او قررت انت زهقت او قررت مش عايز تكمل هو عايزك ترجع تاني، فهو قاعد منتظرك في طاقة انتظار، انت عندك طاقة انتظار كمان على فكرة، هو عنده طاقة انتظار زيك، يعني هو عايزك ترجع تتكلم معاه، هو بيحبك جدا، ممكن يكون عنده مشاكل على فكره حبيبك او شخص انت بتحبه او اللي انت بتفكر فيه او ضمر نيتك عليه دلوقتي، هو عنده مشاكل عائليه او حد من عيلته تعبان او هو زعلان، بس هو مش في طبيعته، هو متضايق حزين زعلان وهو مستنيك بحب، يعني هو لسه بيحبك على فكره وبيراقبك جدا جدا، عايز يرجع لك، هو عايز يرجع لك، وهو شايف ان انت حبيبه الحقيقي وان انت مختلف يعني، ودايما بيحس ان انت شخص قوي بتعرف تنجح بتعرف تقوم، فهو معجب بقوتك معجب بشخصيتك معجب ان انت صنع قرارات وبتهتم بنفسك وبتهتم بشكلك وان انت قوي، هو شايفك شخص قوي بيتفرج عليك شايفك ان انت ناجح وقوي بتعرف تقوم وشخصيه قياديه وشخصيه قويه، فهو سعيد ان هو قرب منك او ان هو عارفك او ان هو شخص مهم بالنسبه لك يعني. طيب انا شايفه ان انت هو هيعمل ايه، انا شايفه ان هو هيقعد يتفرج، هو مش هياخد خطوه ان هو يصالحك او هي من تحت لتحت كده، يعني مش هيجي دايركت يقول لك انا عايز اصالحك عايزك تصالحني، هو كرامته نقح عليه قوي، واضح ان انت اللي سبته او انت اللي قررت تسيب العلاقه، او هو طلب منك الجواز وانت رفضت مثلا، او طلب منك الارتباط وانت كان عندك كونسيرنز كتير في العلاقه وشايف ان العلاقه مش هتكون علاقه ناجحه. بس انا شايفه كمان في رجوع للاشخاص العقرب، مثلا ممكن يكون ناس من العقرب منفصلين عن حد بيحبوه او حد في زعل ما بينهم، شايفه ان في don't go out okay don't go out، معلش يا جماعه اصل الكلب اللي كان واقف في البلكونه no out no out no. طيب قولوا لي يا جماعه القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليها من فين وانتوا برج ايه. طيب برج العقرب نصيحتي ليكوا خلي بالكم من اي تعاملات ماديه او تعاملات فيها فلوس، لان ممكن تتعرضوا للنصب او حد يستغلكوا او حد ينتهز ارتباطكم في حاجه وياخدوا منكم حاجه مش من حقه. بلاش مشاريع جديده، بلاش شراكات جديده الفتره دي، عندكم نجاحات عندكم تفوق عندكم فلوس حلوه جايه لكم، ركزوا في افكار جديده، ركزوا بره الصندوق، بلاش تفكروا دايما بطريقه تقليديه.
بطلوا شك يا برج العقرب، او ان انتوا تقعدوا تنسجوا مواضيع في خيالكم، ان انتوا تكتشفوا ان المواضيع دي كلها مش مظبوطه. شكرا، قولوا لي، اعملوا شير كتير لاي حد تعرفوه من برج العقرب، قولوا لي يا برج العقرب فعلا هل انت قررت الرحيل من علاقه، وانت زعلان من شريكك وانت اللي زعلان ومتضايق وهو متضايق ان انت زعلان منه ونفسه يرجع لك ولا لا. ثانك يو، باي باي، اشوفكم فيديو تاني. خايفه الكلب يقع. باي باي، مع السلامه.